إلى أكثر من 24 ألف ميجا واط وصل إنتاج الطاقة الكهربائية. تقول وزارة الكهرباء: معدل هو الأعلى منذ تأسيس شبكة الطاقة الوطنية. الارتفاع تحقق بعد اتخاذنا إجراءات ساهمت بذلك، حسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء. تحققت هذه الأرقام لأول مرة في تاريخ المنظومة منذ تأسيسها لحد الآن، وهذا كان نتيجة غرفة عمليات دامة الانعقاد، جولات ميدانية للسيد الوزير والسادة الوكلاء، واستنفار تام لجميع ملاكاتنا. أكملنا صيانات دورية اضطرارية لوحدات توليدية كانت متوقفة، أدخلنا وحدات توليدية جديدة، محطات كانت معطلة الآن دخلت للعمل، أدخلنا عشرات الخطوط الناقلة اللي صرفنا بها الطاقات المنتجة، دعمنا قطاع التوزيع بجزئيات، نصبنا محطات ثابتة ومتنقلة بمراكز الحمل، استحدثنا مغذيات، هذا كله انعكس ايجابا. حاولنا معرفة عدد ساعات تجهيز الطاقة لأحياء العاصمة من دائرة توزيع كهرباء بغداد، إلا أن الأخيرة امتنعت عن التصريح. تجولنا بعدها في جانب الرصافة، مفاصل الحديث مع المواطنين عن زيادة إنتاج الكهرباء لم تتغير، فهم ما زالوا يعانون من ضعفها. أهل المولدات لعبوا بينا طوبة، يعني 20,000 الامبير و15,000 و17 و18,000 دينار. فالكهرباء اذا تتحسن هاي كل الامور ترجع، وهاي الوايرات اللي تشوفوها انتو داير حبل مو كنت نخلص من عدها. ومن المتوقع ان يصل انتاج الطاقة الكهربائية الى 25,000 ميجا واط في الايام المقبلة، حسب وزارة الكهرباء التي أوضحت أن ذلك سيتحقق بعد إضافة 1000 ميجا واط إلى المنظومة من خلال محطات توليد صلاح الدين وكركوك ومحطة ميسان الاستثمارية وغيرها. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.